سيداتي أنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بغذاء المتقين من الذكر الحكيم الذي ينفع الناس باستنقاذهم من الضلالة إلى الهدى وإرشادهم إلى الحق. وبفضل أهل الذكر من العلماء يزداد المسلم فضلا وشرفا، وممن اختصهم الله بفضله من هؤلاء العلماء. يتجدد لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. أقسم في الآية الكريمة بالعصر. بالعصر. فلماذا اختص العصر بالقسم؟ نعم. بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، له طلاقة القدرة في أن يقسم، لأنه هو الأعلم بخصائص مخلوقاته في ناحيته، لأن الإنسان لا يقسم إلا بعظيم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم سر العظمة في خلقه، فيقسم سبحانه بالملائكة والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، ويقسم بخلق من خلقه جمادا أو نباتا، والتين والزيتون والطور وكتاب مسطور، ولكنه لم يقسم بإنسان أبدا إلا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فليقول فيه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك يا محمد هم في سكرتهم. ويقسم لا بذاته فقط، ولكن يقسم بفعله هو وقيله يا رب إن هؤلاء قوم، أقسم بقول رسولي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. إذن فالحق يقسم بما شاء على من شاء. كونوا يقسم بالعصر، ما المراد بالعصر اللي يقسم به؟ قبل كده نقول إنه ساعات ينفي القسم ونفيه أبلغ من القسم، فيقول فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بهذا، لأن القسم معناه أن قوما ينكرون شيئا فيريد الحق أن يؤكد هذا الشيء فيقسم، زي إحنا عن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ففيه أشياء هي ظاهرة لا تحتاج لقسم. فلا أقسم، طب فلا أقسم ده أنت جبت لها جواب، فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنما أنا قلت لا أقسم بها لأن الأمر واضح، مش عايز قسم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما والد، لقد خلقنا، ده جواب قسمه، لقد خلقنا الإنسان في كبد، كيف ينفي وهو يجيب جواب للقسم؟ فكأنه بيقول ساعة لا أقسم دي أكبر من القسم، فكأن الشيء من الوضوح بحيث لا يقسم عليك، إنما هو قسم بدليل انه بيجيب له جواب. هنا في قوله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، بعض المفسرين يعتقد انه العصر اي الوقت الذي فيه الصلاه يقسم به سبحانه، لان يعني العصر ده له مزيه. ايه المزيه؟ ايه المزيه بتاعته علشان يقسم به؟ هو اللي يعرفه مش احنا بقى، هو اللي خالق الشيء هو اللي يعرف. لكن التحقيق ان الله لم يقسم بالعصر كوقت للصلاة، وانما يقسم بالعصر اي المدة الزمنية التي يشترك فيها قوم في العصر الجاهل، العصر صدر الاسلام، فترة زمنية بيقسم بحالة وقعت. فبيقول والعصر يعني ايه؟ تتبعوا العصور التي مرت وشوفوا القضية اللي أنا بقولها دي متحققة فيها ولا لا. كل إنسان في العصور المتقدمة كان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر أي وسوابق الزمن مع الأمم، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين لم يؤمنوا وعملوا الصالحات إما أن نكونوا قد أخذوا فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا بهم الأرض ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من أغرقنا ومنهم من نجا، ولم ينجو إلا المؤمنون. يبقى شاهد العصر الواقع
وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فشاهد العصر الواقع يدل على أنه لم يسلم أمة من الأمم في عصر من العصور إلا التي آمنت وأسلمت إلى الله أمرها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب والعصر إن الإنسان يعني استقرئوا العصور التي سبقتكم فستجدون أن أي عصر من هذه العصور الناس اللي عايشين فيه ما عاشوش في سلام، إنما في خسران، لم يعيشوا في ربح بدليل كذا وكذا وكذا، وكل أخذنا بإيه بذنبه. والعصر إن الإنسان لفي خسر، خسر يعني خسارة، عملية خسرانة، بيتاجر في الخسرانة. الإنسان بيظن الناس أنه مفرد، نقول لا مش مفرد بدليل أنه استثنى منه جماعة. يقول والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا، يبقى إذن الإنسان يعني كله إنسان عموم، إلا الذين آمنوا هذا هذه العقيدة، يؤمن بإله واحد ويؤمن بأن في رسول بيبلغ عنه ويؤمن بأن في كتاب حامل المنهج ويؤمن بأن في يوم آخر، مش بس الإيمان بس. هو لم يرد الإيمان إلا أن تحترم أوامره لصيانة حياتك. ولذلك حينما يفتح المسلمون بلدا من البلاد مش جايين علشان يرغموا ناس عشان يؤمنوا بالله، ما تؤمنوش، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إيمان مش عايز إيمان، إنما أنا عايز كلمة الإسلام في حياة البشر هي اللي تمشي. ما دام حيجوا مسلمين يحكموكم وترضوا اكفروا على كيفكم. ولذلك عاش في الفتح الإسلامي إلا على دين، على دينه، بدليل أنهم ياخذوا الجزية، وهو ياخذ الجزية معناها أنهم بيقوا على بيتهم. يبقى معناها أن الإسلام ما جاء ليفرض على الناس دينا، وإنما جاء الإسلام وخاصة في حالة السيف ليحمي حرية الاختيار للدين، بدل ما في ناس عايزيننا كفرة وعايزيننا نمشي على منهجهم، لا بيحمي الاختيار، ما مش عايزين افضلوا على ايه؟ لكم دينكم ولي ايه؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال لك الإيمان عقيدة ثابتة، إنما العمل آمنوا وعملوا الصالحات. الله، العمل ده الشغل، شغل الجوارح بالأحداث اللي فيها خير ما فيها شر، هذه معنى عمل الصالحات. لكن عمل الصالحات قد يتخلله شيء من فساد النية فيه، أو يتخلله الشيطان فيفسد بعض الأعمال. فقال المهم بقى إن الفرد إن كان ينعرف لازم المجتمع يعدله، أو اللي ما انحرفش يعدله. تواصوا بالحق، كلمة تواصوا بالحق مش ناس قاعدين يوصوا بالحق، تواصوا يعني تفاعل. يبقى ده يوصي بالحق لما اضعف، وهو لما يضعف انا اوصيه بالحق. يبقى بده يحمي المجتمع الاسلامي من ايه؟ من شرود النفس. شرود النفس دي مش له جماعه يشردهم وجماعه ما يشردوش، يصح ان كل واحد يشرد، يبقى كل واحد منصوح وكل واحد ايه؟ تواصوا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما يجي الحق بقى ويقعد يجاهد فيه هيتعب، هيتعرض لمتاعب كتير، نقول له ايه؟ اصبر. ومش اصبر بس، هيقول فيها تانية اصبروا وصابروا. ايه يعني وصابروا؟ هم قال لك الصبر ده انا اعمله، انما تفضل ده قبل بيصبر راخر، ها اللي قبلي هي عدوي هي بيصبر، صابره يعني نفسه في الصبر، هو يصبر شوية انت اتعقد. ادي معنى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقرن الحق بالصبر، قرن الحق بالصبر، الصبر لازم مشقة، اهل الباطل هيتعبوك، ولما يتعبوك لازم تصبر بقى. ولذلك إيه؟ ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.